السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سوف نقوم بحل درس استخدام الاستراتيجيات الذهنية. عندنا هنا في هذا السؤال، في السؤال الأول، ضرب في 11، 26 في 11، 32 في 11، أضرب أعداد أخرى مكونة من رقمين، هل ترى أي نمط؟ ناقش النتائج مع زميلك. هل يمكنك إيجاد طريقة سريعة لضرب 11؟ عندنا نحن كيف مثلا 12 في 11 يساوي كم؟ 132. كذلك 45 في 11 يساوي 495. طبعا هناك نمط يكون مثلا 63 ضرب 11 يعطينا 693، أي أن هنا 3 زائد 6، 3 زائد 6. بعد ذلك في السؤال الثاني، ما العدد الذي أفكر فيه؟ تقول فاطمة: أفكر في عدد ما، عندما أضاعفه يصبح 38. ما العدد الذي تفكر فيه فاطمة؟ طبعا 19، عند مضاعفته يصبح كم؟ 38. يقول أحمد: فكر في عدد ما، عندما أقسمه نصفين يصبح 42. طبعا ما هي الإجابة؟ 84، عندما أقسمها نصفين تصبح 42. يقول أمجد: فكر في عدد ما، عند إضافته 4 يصبح العدد 88. فعندنا 88 ناقص 4 يعطينا كم؟ 84، نصفها كم؟ 42. تقول ياسمين: أفكر في عدد ما ثم أضاعفه مرة أخرى يصبح 60. فعندنا 60 تقسيم 2 يعطينا كم؟ يعطينا 30، أي أن 30 تقسيم 2 يساوي 15. هذه هي الإجابات. الآن ننتقل للسؤال الثالث. هنا في هذا السؤال: انسخ المخطط المجاور واكتب العدد من 1 إلى 12 لكي تصبح الإجابة كل عدد مكرر مرة واحدة. طبعا مثلا لدينا كم؟ 1، استخدم قلم أوضح، 1 2 3 4 5 6، 7، هنا 11 وهنا 9، 8، 10، 12، هكذا تكون الإجابة. عندنا إجابة أخرى: 8 9 5، 4 3، 2 1 7، كذلك مثلا 6 10 11 12، هذه الإجابات. أتمنى أن أشرح هذا الفيديو لطلاب الصف الخامس لتعم الفائدة، وكذلك الاشتراك في القناة. وشكرا لكم على حسن الاستماع.